إذن تنصيب جو بايدن هو الحدث الذي شغل الصحف العربية والعالمية، وكان هناك العديد من ردود الفعل الدولية بعد إعلان بايدن رسميا رئيسا لأمريكا. نبقى مع مراسلنا محمد حسن من موسكو للاطلاع أكثر على الموقف الروسي. محمد صباح الخير، يعني بداية ضعنا أكثر في تفاصيل الموقف الروسي. روسيا كانت قالت بأن وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض لن يغير شيئا بالنسبة لها. نعم صحيح، وهذا ما سمعناه، أو ربما دعنا نقول أنه مع قدوم الأشخاص يتغير ظاهر العلاقات الروسية الأمريكية، ولكن جوهرها يبقى هو ولا يتغير. تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قبل أيام جاء فيه قائلا: نأمل بأن تكون العلاقة أو الخطاب الروسي الأمريكي أو الحوار الروسي الأمريكي أكثر تهذيبا، ولكنه أضاف أنه لا يتوقع تغييرا استراتيجيا في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. ويرى البعض أن التعاون قد يقتصر على مسائل ربما هي ثانوية في العلاقات بين البلدين، مثل التعاون في مجال المناخ، في مجال مكافحة فيروس كورونا، في مجال مكافحة الإرهاب. الاتصالات أو العلاقات بين البلدين تراجعت بشكل كبير في عهد ترامب، وقد سعت إدارة باراك أوباما قبل وصول ترامب إلى ترك له إرث صعب جدا، وعندما وصل إلى سدة الحكم ترامب انهالت عليه الاتهامات بأن روسيا هي التي ساعدته في القدوم إلى السلطة، وهذا ما عرقل العلاقات بين البلدين. العام الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح صيغة أن تكون هناك قمة خماسية لقادة دول الأعضاء في مجلس الأمن، ولكنها لم تلتئم. وكان هناك في عهد باراك أوباما صيغة 2+2، وزير دفاع وزير خارجية مقابل وزير دفاع وزير خارجية. أيضا توقفت هذه اللقاءات في عهد ترامب. تم تفكيك اتفاقيات مهمة مثل اتفاقية الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، الخروج من اتفاقية السماء المفتوحة التي كانت تسمح للطائرات طائرات الاستكشاف والاستطلاع الأمريكية أن تحلق فوق روسيا لترى التحركات العسكرية والاستعدادات العسكرية، والعكس أيضا، تم وقف هذا الموضوع كذلك. في فبراير القادم بعد أيام تنتهي آخر اتفاقية تضبط التوازن الاستراتيجي بين البلدين. التوازن الاستراتيجي هو عدد الصواريخ النووية العابرة للقارات. إن تفككت وانتهت هذه الاتفاقية أيضا لن يكون هناك أي شيء يحد أو يحكم علاقة التوازن الاستراتيجي بين البلدين، وقد نكون أمام سباق تسلح جديد، وهذا ما لا تتمناه روسيا. قبل دقائق السفير الروسي لدى واشنطن تحدث إلى وسائل الإعلام وتطرق إلى معظم هذه الأمور، وأعرب عن أمله بأن تمدد روسيا والولايات المتحدة اتفاقية ستارت 3، هي اتفاقية التوازن الاستراتيجي التي تحدثنا عنها. تحدث عن أن روسيا مستعدة للبحث في اتفاقيات الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. تحدث عن أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالهجمات السايبرانية على الولايات المتحدة لا يوجد عليها أي دليل. ويمكننا استخلاص الخلاصة من حديثه أن روسيا مستعدة للحوار، ولكن هل فعلا سيبنى هذا الحوار أم لا، خاصة على خلفية كل الاتهامات التي وجهت لترامب بأنه متعاون مع روسيا. قد يكون من الصعب على إدارة بايدن أن تفتح باب الحوار، وكأن شيئا لم يكن خلال السنوات الأربع الماضية. أما روسيا تقول: نحن منفتحون للحوار ولكن دون شروط مسبقة، وأن يكون هذا الحوار على أساس الند لا على أساس الشريك الأصغر الذي سيقبل بتنازلات معينة. نعم محمد، يعني سأنطلق من نقطة المعاهدات. أيضا كان هناك اهتمام روسي بمعاهدة ستارت كما تفضلت للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. ركزت روسيا في تصريحاتها قبيل تنصيب بايدن وبعدها على أهمية تمديد هذه المعاهدة. هل تستبق موسكو التنصيب بوضع شروط أو ربما عناوين عريضة تحكم العلاقة مع بايدن مستقبلا؟ في الواقع هي لا تضع شروط معينة وتصر على
تمديد المعاهدة سنة دون أي شروط لكي يتثنى للطرفين، يعني يكون لهم فرصة زمنية للجلوس لطاولة المفاوضات والنظر في الشروط الجديدة أو الأحكام الجديدة في هذه الاتفاقية، لأن الولايات المتحدة قالت أن تمديدها لا يصب في مصلحتها. 10 أيام هي قليلة جدا للبحث في هذا الموضوع، لذلك اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد المعاهدة على ما هي عليه لمدة سنة، وخلال هذه السنة يكون هناك وقت للجلوس والتفاوض على هذا الموضوع. ولكن روسيا قبل أي مفاوضات قالت أن المفاوضات يجب أن تكون على أساس الند. اتفاقية ستارت مهمة بالنسبة لروسيا، لأن تفكك هذه الاتفاقية يعني يفك أيادي الولايات المتحدة وكذلك روسيا من أي ضوابط تحكم عدد الرؤوس النووية والصواريخ العابرة للقارات، أي بعبارة أخرى هو قد يكون بداية سباق تسلح جديد أو بداية تطوير أسلحة جديدة من التي سمعناها، هي الصواريخ الفرط صوتية، الصواريخ التي تنشر في الغواصات، في الطائرات على الطائرات الاستراتيجية وغيرها. وهذا الأمر سيكون له تبعات اقتصادية مهما تطور العلم، وهذا قد يشكل عبء ويصعب التطور الاقتصادي والحفاظ على المستوى المعيشي في البلاد في ظل هذا السباق، لأن العامل العسكري سيأخذ على نفسه يعني جزء كبير من ميزانية الدولة. نعم محمد، هل هناك خشية روسية جدية من أن يستخدم جو بايدن أوكرانيا في سياساته ضد روسيا، أو أقله هذا ما جاء على لسان السناتور الروسي إليكسي بوشكوف؟ هل من تصريحات روسية توحي بهذه المخاوف؟ هي ليست تصريحات وإنما هو علم وواقع. إذا نظرنا إلى إدارة بايدن الجديدة نرى فيها أنتوني بلينكين، وهو مستشار جون كيري، وكان من أحد القائمين على انضمام أوكرانيا إلى الناتو. ومن تصريحاته أن فقدان القرم أو انضمام القرم إلى روسيا أو ضم القرم إلى روسيا يعني فقدان أوكرانيا لروسيا، أي أن أوكرانيا لم تعد مع روسيا. بالنسبة لروسيا أوكرانيا تقع في مدار أمنها القومي إن صح التعبير، لأن نشر أي صواريخ تابعة للناتو هناك يهدد بشكل مباشر العاصمة موسكو، ومن الصعب جدا أن يكون هناك درع صاروخي يحمي العاصمة من هذا الموضوع. لذلك هناك تخوف جدي من انضمام أوكرانيا إلى الناتو، لذلك نرى موضوع شرق أوكرانيا المنقسمة، هناك يعني هناك خلاف بين شرق أوكرانيا وغرب أوكرانيا بعد ضم القرم إلى روسيا. فيكتوريا نولاند هي نائبة وزير الخارجية الجديد في إدارة بايدن. فيكتوريا نولاند أيضا من الذين قاموا بالتغييرات في ما يسمى في ميدان أوكرانيا في 2014 عندما تغيرت السلطة وأصبحت السلطة موالية للولايات المتحدة ولم تعد موالية لموسكو. رئيس جهاز CIA في الولايات المتحدة الاستخبارات الأمريكية هو ويليام بيرنز، هو أيضا سفير الولايات المتحدة لدى روسيا في 2005-2008، أيضا من الذين كانوا من مهندسي انضمام أوكرانيا إلى الناتو. لذلك في هذا الفريق، في فريق بايدن الجديد، أشخاص عملوا على ملف أوكرانيا، ولا تستبعد روسيا أن يستأنف هذا الملف من جديد، لذلك تتخوف. وبالنسبة لروسيا كما ذكرت سابقا، أوكرانيا موضوع حساس فعلا، هناك امتداد تاريخي حقا، ولكن هناك واقع جغرافي يفرض على روسيا أن تكون قلقة من أي تغيرات أو انقلاب أوكرانيا أو اقتراب أوكرانيا إلى الغرب أكثر من روسيا. نعم، مراسلنا في موسكو محمد حسن، شكرا لك على هذه الإشارة.